قبل لا تبدا. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي. قبل لا تبدا ابو وجد لا اله الا الله. سم مسي عليكم بنور الصبح. اللي بتكلم فيه طال عمركم ذكرت الموقف قبل شوي، يقول العامر السترايت صلى عندنا امس هني وصوروه اخوي ربعه ونشروا صوره لاهله في نيبال، وقاموا اهل نيبال اللي هناك يرجموا بيتهم وسووا مشكله كبيره له علشان انا اسلم طبعا. لكن اللي بتذكره ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم مر باصعب من ذلك، الرجم حتى انشقت رجله، حطوا عليه عزكم الله كرش الجزور وسخها، مر على اشياء كثيره. بعد عمر الصحابه يا عبد الزبير بن العوامه، بلال بن رباح، صبرا يا على ياسر ان موعدكم الجنه، كثير من الصحابه. احنا دائما نطلع جانبنا الفكاهي ولكن الجانب الجدي شوي مقصرين فيه. انا بتكلم بكل جديه، انا ذا الحين كلامي للجميع ان شاء الله، وان شاء الله هم بيننا ابو بكر الصديق وان شاء الله هم بينهم بلال بن رباح. ابو بكر الصديق مر على بلال وهو يعذب من احد سادات قريش، فيوم شافه يتعذب حتى انه اصبح ما هو صالح للعمل، قال بكم تبيع اهلي؟ اعطاه قال له 100 دينار ما ادري 100 درهم يعني في عهدهم هذاك بقيمه المبلغ، وكان الثمن ما هو غالي. قال ابو بكر انا اشتريت. ضحك هذاك قال والله العظيم لو انك كاسرتني يعني في هذا الشيء، يعني قلت لي باقل بعت لك. قال والله العظيم لو زدت لا ازيد عليه، ما همني المبلغ، همني كثر اني اعتق بلال من الاسر ومن العذاب. فابو بكر له فضل كبير في الاسلام وله فضل كبير بعد الله طبعا وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم في اللي هو بلال بن رباح. وطلعنا بلال بن رباح اللي ربي اعطاه قدره والاسلام اعطاه حقه في الاسلام. نتمنى ان بيننا مثل ابو بكر الصديق يعاون ذي الانسان، اهله يقولون انهم متغبلين وحرمته متغبله وابوه متغبل انه يدخل الاسلام. نتمنى ان بيننا ابو بكر الصديق عسى يكون هو مثل بلال بن رباح. وهذا والسلام. يعطيك العافيه. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله. تحريم الظلم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك ملك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب وعلى أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا وصلى الله وسلم عليه. تريدوا الحلقة الآن وبعد الصلاة بروفاتكم عشان الدراما؟ تريدوا بروفاتكم مباشرة بعد العشاء والآن الحلقة؟ لا 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 لا. وأكيد أن في جاليات كثيرة مضطهدة في دولها، جاليات إسلامية، وفي بعد في دول عربية عندنا سوريا وغيرها مضطهدين ومعذبين. نسأل الله رب العرش العظيم.